المصادقة على مجموعة من فصول القانون الانتخابي وإسقاط الفصل 167 وعريضة من عدد من النواب لإعادة التصويت عليه. تكريم رموز الحركة النقابية وتظاهرات احتفالية في العيد العالمي للشعر. ثمانية عشر قتيلا جلهم من الأطفال في غارة جوية على أحدى المدارس في مدينة حلب السورية. منتصف الليل بتونس، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. بالمجلس الوطني التأسيسي تمت المصادقة خلال جلسة عامة على الفصلين 71 و74 وإضافة فصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية خاص بالاستفتاء. وأسقط التصويت خلال هذه الجلسة الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي، ما دفع عددا من النواب المعترضين على الإسقاط لإمضاء عريضة لتفعيل الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس بهدف إعادة التصويت. صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي على الفصل 71 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء معدلا، وينص الفصل على أن يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي وفق ما يضبطه هذا القانون. كما تمت المصادقة على الفصل 74 المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، حيث تم الاتفاق بالخصوص على صرف نصف المنحة قبل انطلاق الحملة والنصف الثاني في أجل أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ووافقت الجلسة العامة على إضافة فصل حول تمويل الحملة المتعلقة بالاستفتاء يدرج بعد الفصل 74 من مشروع هذا القانون. وفي المقابل تم إسقاط الفصل 75 الذي تمت العودة إليه بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي، وهو ينص على منع تمويل الحملة الانتخابية والحملة المتعلقة بالاستفتاء من مصادر أجنبية، ولا يعد تمويلا أجنبيا التمويل المتأتي من تونسيين بالخارج. وصوتت الجلسة العامة بالقبول على الفصل 94 الوارد في باب المخالفات المالية والانتخابية، في حين تم التصويت على حذف الفصل 97 المدرج من الباب نفسه لاستيعاب مضامينه في فصول أخرى من مشروع القانون الانتخابي. وينص الفصل 104 الذي تم التصويت عليه في صيغته النهائية المعدلة على أن يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. وتمت المصادقة على الفصل 107 معدلا، وهو يتعلق بترشح أكثر من قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية. وينص الفصل 154 الذي تمت المصادقة عليه في صيغته النهائية المعدلة على معاقبة المترشح أو القائمة التي تتحصل على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية عبر دفع خطية مالية وفقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، في حين يعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدة 5 سنوات. كما يحرم المتحصلون على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر رفع الجلسة العامة بعد دقائق من استئنافها استجابة لطلب عدد من النواب بمنحهم 10 دقائق للتشاور بين رؤساء الكتل والمجموعات النيابية بخصوص إمكانية العودة إلى الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي من مشروع القانون الانتخابي بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي. المجموعة من الزملاء متمسكين بأعمال الفصل 93 من القانون الداخلي، ووعمنا عريضة فيها تنقيح تغيير للفصل 167 قديم، حتى هذا في صورة ما إذا وقع اعتماد النتيجة على الرغم من الإخلالات، ونحب نعاودوا التصويت عليه. وأنا نقدم لكم هذه العريضة اللي موقع عليها 86 نائب. 86 نائب أو 87 نائب، عفوا 87 نائب. وأنا أطلب، وقد تحدثت مع رئيس لجنة التشريع العام ومكتبها ولم ترى مانعا في الرجوع بمقتضى الفصل 93 احتراما للنظام الداخلي، إذا كانت هناك إرادة من رؤساء الكتل بعيد عن التشنج وبعيد عن القراءات التي لا أريد أن أدخل فيها. يذكر أن الفصل 197 سقط في التصويت بعد أن حصد 108 أصوات فقط لفائدته، مع احتفاظ 43 بأصواتهم ورفض 23 آخرين. ولمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص معنا مباشرة من مقر المجلس التأسيسي بباردو مبعوثة الأخبار نايرة بالحاج. نايرة مساء الخير.
مساء الخير عبد الجليل. نايلة، ما الجديد يعني فيما يخص الفصل 167 هذا؟ بالنسبة للفصل 167 ستتم العودة إليه غدا في جلسة عامة، لأنه رفعت الجلسة حيث كان عدد الحضور غير مريح، يعني هنالك وجود ل 122 فقط. هذا ما طرح إشكال، أنه السيد العربي عبيد أصر على رفع الجلسة، مما أثر على يعني مجريات الأمور هناك بالمجلس الوطني التأسيسي، وتم الاتفاق في النهاية على العودة غدا للنظر في 4 فصول من بينها الفصل 167. يعني من المنتظر أنه غدا لو كان تصير هذه الجلسة العامة سيتم الحسم النهائي في مشروع قانون الانتخابي. نعم نايلة. نايلة، وما دمت هناك أمام مقر المجلس التأسيسي، ماذا عن تسرب خبر حرق امرأة نفسها يعني أمام مقر المجلس؟ نعم، هذا أمر مؤلم، حيث عمدت السيدة هي من ولاية القيروان على حرق نفسها أمام المجلس الوطني التأسيسي، وقد قام رجال الأمن بمحاولة لإطفائها، وأتت الحماية المدنية حيث أخذتها إلى مستشفى الحروق البليغة ببنعروس. يبدو أن هنالك مشاكل اجتماعية بالنسبة لهذه السيدة التي هي في سن 30، وهي وتقول أنها حامل، يعني هذا ما سمعناها منها هي يعني مباشرة. نايلة بالحاج، مبعوثة الأخبار إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة. تحتفل تونس اليوم الخميس كسائر دول العالم بعيد الشغل، وبهذه المناسبة تم صباح الأربعاء في منطقة البحيرة من ضواحي تونس العاصمة تدشين شارع يحمل اسم الزعيم النقبي لحبيب عاشور. تخصيص شارع باسم الزعيم النقبي لحبيب عاشور بمنطقة البحيرة حدث جاء تكريما لنضالات هذا الزعيم في مجال العمل النقبي ودفاعه عن الشغالين، كما عبر عن ذلك رفقاء دربه. إذا ذكرنا بنضالات لحبيب عاشور، نضالات أصحابه، نضالات النقابين الكل. حبيب عاشور رجل شجاع كبير وصاحب مبادئ وما يقراش حساب للخطر، وبالنسبة لي هي الأهداف يجب يوصلها ما كانت تكاليف. حقه في كل شارع فما لحبيب عاشور، في كل مدرسة من لحبيب عاشور، لأن في لحبيب عاشور إنسان مناضل، يعني حياته كاملة ما عدهاش لروحه، حياته كاملة عدها للنضال. وتقريبا منذ مؤتمر جربة، معناها أكثر من عشر سنوات الاتحاد احتفى بالمناضل النقابي لحبيب عاشور، واليوم في إطار تكريس هذا الوفاء إضافة إلى العديد من الاعترافات الأخرى يقع تدشين نهج كامل باسم المناضل لحبيب عاشور. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي تولى تدشين هذا الشارع، واعتبر هذا الحدث لمسة وفاء لرواد الحركة النقابية. على الأقل الشارع في حد ذاته هو رمزية، على أساس وأنه النقابيين ما ينساوش الرواد، واعتراف أيضا ضمني لما قام به من دور وطني أيضا تجاه البلاد. هي مناسبة جمعت عديد النقابيين الذين عايشوا مختلف الفترات التاريخية للمنظمة النقابية، ومن بينهم الزعيم النقابي أحمد بن صالح. يحيي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مئوية الزعيم النقابي الراحل مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل الشهيد فرحات حشاد ابن قرية العباسية بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس. الشهيد فرحات حشاد مولود سنة 1914، تم اغتياله في 5 ديسمبر عام 1952. أحبك يا شعب، الكرامة قبل الخبز، لا يستحق الحياة من لا يدافع عن الكرامة. تلك مقولات لشهيد الوطن والحركة النقابية الزعيم فرحات حشاد بقيت في البال إلى اليوم. زعيم أحيا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مئويته، وفي ذلك أكثر من معنى. من أجل أن ننفض الغبار على ما العالقة بتاريخ هذا العنوان الوطني البارز من محطات غامضة ومن حقائق لم يقع معناها الكشف عنها، ومن خلال أيضا حتى التغييب لدوره وتهميشه الذي لمسه كل التونسيين في فترة من فترات تاريخنا القريب، وهي أيضا نتيجة من طبيعية لحقائق الثورة التي جاءت لتعيد الاعتبار لكل من ساهم
مساهمة في بناء تونس الحديثة. المئوية هذه مش تكون بالطبيعة عندها طابعها التكويني، طابعها الاحتفالي، طابعها التثقيفي. تظاهرة الاحتفال بمئوية الزعيم النقبي فرحات حشاد حضرها ممثلون عن أحزاب سياسية فضلا عن نجله نور الدين حشاد. الملفت النظر أنه 1914 و2014 هي قرن، هي 100 سنة. حياة فرحات حشاد 38 سنة فقط، معنا 62 سنة من القرن بكله هو فرحات حشاد موش فيها، ولكن هو حاضر فيها. اليوم الشعب التونسي بعد الثورة يبحث على عناصر الانتماء الوطني، وفرحات حشاد وكل زعماء الوطن يمثلون هذه العناصر، هذه الثوابت الوطنية التي نبحث عنها جميعا حتى نبني عليها وننظر للمستقبل ونبني مجد بلادنا في المستقبل. مئوية الزعيم الراحل فرحات حشاد كانت أيضا مناسبة لتكريم بعض مناضلي ومناضلات المنظمة الشغيلة. الحمد لله كي توجيها متاعي تفكرتني بعد 23 سنة، 20 سنة ظلت في السكك الحديدية وتحملت مسؤولية 20 سنة، راهو تحملت المسؤولية، ولو واحد منها مثلا الجهة تفكرتني توا باش قاموا تفكروا، الحمد لله كيف ثم جماعة تفكرت مدام فهري بارك الله فيهم. هذا واحتضن به المسرح البلدي لمدينة صفاقس معرضا وثائقيا للزعيم النقبي الراحل فرحات حشاد. طلبت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد إبراهيم من قاضي التحقيق توجيه تهم المشاركة في جرائم إرهابية والامتناع عن المحظور إلى رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية الحالي وعدد من الإطارات الأمنية لعدم قيامهم حسب هيئة الدفاع بأي إجراء عملي يؤدي إلى منع الجريمة وحماية الشهيد. هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي أعلنت خلال ندوة صحفية أنها قدمت طلبا كتابيا إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لتوجيه تهم المشاركة في جرائم إرهابية والامتناع عن المحظور إلى رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية وعدد من الإطارات الأمنية، وذلك حسب الهيئة نتيجة عدم تعامل كل هذه الأطراف بجدية مع الوثيقة التي تلقتها وزارة الداخلية من وكالة الاستخبارات الأمريكية تحذر فيها من عملية اغتيال ستستهدف محمد البراهمي. جميع هؤلاء الأشخاص نحن طلبنا من السيد قاضي التحقيق بصفة رسمية اللي هو يوجه عليهم تهمة المشاركة في جرائم إرهابية على معنى أحكام الفصول 22 18 22 و30 من قانون الإرهاب والفصل 32 من المجلة الجزائية. أيضا تولينا المطالبة بصفة رسمية من السيد قاضي التحقيق توجيه تهمة الامتناع المحظور على جميع المذكورين سبق ذكرهم. لنا طلب آخر سوف يتقدم لي أعضاء هيئة الدفاع يتعلق بتحجير السفر على المشمولين في موضوع طلب منها التوجيه الجهاز. الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي الأستاذ عمر السعداوي قال إن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية والأجهزة الأمنية المكلفة بالبحث لا تتعامل بجدية كافية مع ملف الشهيد. ما تمش لحد الآن التعامل بكل جدية وبكل حرية مع الملف، وما تمش تنفيذ جملة التسخير اللي هو تم الإذن بها والأعمال التحذيرية اللي تم الإذن بها اللي هي تكشف عن المناد وتحدد المسؤوليات. المكالمة اللي وردت قبل يومين، نقول قبل يومين، والمكالمة هذه في تنص على أنه معنا تلقى تهديدي، وتنص على أنه بعد يومين تجي الإجابة، وجات الإجابة بعد يومين، وهذا يعني أن المكالمة هذه حسب تقديري عندها دور كبير. وطلبت السيد قاضي التحقيق أكثر من مرة وقدمت له الرقم لكن لم يقم بأي إجراء فعلي. الندوة حضرها وشارك فيها عدد من أفراد أسرة الشهيد محمد البراهمي وعائلته السياسية من قيادي التيار الشعبي. عاد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة من فرنسا بعد زيارة قال إنها لم تكن لطلب المساعدات بل لدعم العلاقات الاقتصادية وتنشيط التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين والترويج لصورة تونس الجديدة. زيارة موفقة، هكذا وصف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة زيارته إلى فرنسا رفقة الوفد الحكومي، مؤكدا أن هذه الزيارة كانت بهدف تنشيط التعاون الاقتصادي وإعادة دفع التعاون مع فرنسا في إطار التكامل وليست من أجل طلب الإعانة على حد تعبيره.
كما اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة أن الاتفاق على عقد مؤتمر اقتصادي لأصدقاء تونس الخريف المقبل مناسبة هامة لاستقطاب الاستثمارات وتسريع نسق الانتقال الاقتصادي. الانتقال الاقتصادي ما نحبوش يمشي رويدا رويدا، يعني نحبه كما عملنا انتقال سياسي يعني شوك في 3 سنين، بدلنا قلبنا المنظومة كاملة ونجحنا في إرساء منظومة إن شاء الله تكون معناها الأجيال. نحبه في مستوى الاقتصاد نعمل نفس الشيء، فحاشنا بدعم استثماري كبير. التركيز على الترويج لصورة تونس الجديدة كانت من بين أهم أهداف الزيارة، وذلك في إطار تنشيط القطاع السياحي والارتقاء بنوعية السياحة، كما كان للمجال الأمني نصيب من المحادثات خلال هذه الزيارة. حكينا في ليزيكيبمون اللي باش ان شاء الله نتمكنوا منهم قريبا، وحكينا زاد كيما موضوع ليزيكوبتر. وعلى صعيد مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، فقد تم ابرام اتفاقيه بين وزارتي التعليم العالي التونسيه والفرنسيه بخصوص بعث محضنه للمشاريع تركز على تكنولوجيا المعلومات الحديثه. هذا مشروع مع شركه اغورانو في باريس اللي احدثتها 5 جامعات فرنسيه، ولحد الان في 14 سنه كونوا أكثر من 250 مؤسسة اقتصادية. اللي شكون الباعثين المشاريع هذا؟ هم خريجين التعليم العالي، فاحنا نحبوا نستفيدوا بالتجربة والخبرة اللي صارت في فرنسا في الميدان هذا. وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الحكومة المؤقتة أنه لن يقدم مزيدا من الوعود للتونسي الذي مل الوعود المتكررة، مشيرا أنه لن يكشف عن أي عروض إلا في حال كانت موثقة. كرم رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الأربعاء عددا من الباعثين الشبان من أصحاب المشاريع الصغرى، وسلم شهائد تقدير لأصحاب المشاريع المتميزة. وأكد المرزوقي بالمناسبة أهمية قيمة العمل، مشيدا بروح المبادرة التي تحلوا بها وبنجاحهم في بعث مشاريع مثمرة. اليوم يلزمنا نبنيو الأسس اللي هي الحريات الأساسية، ويلزمنا نبنيو السقف اللي هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وما زلنا بعاد برشا على هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما زلنا بعاد 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 بعاد، لأن التركة ثقيلة. الديكتاتورية خلت لنا خراب، خراب في العقول، خراب في القيم، خراب في المؤسسات، خراب في النظم. كل هذا الشيء يلزمنا نعاودو نبنيه من جديد باش الماكينة تعاود تخدم، وباش نجموا نعاودوا نرجعوا الماكينه تخدم. يز وتواصل الكل الان يعتبروا انفسهم جزء من هذه العمليه، من عمليه الانقاذ الوطني، والعمل لازم ترجع له قيمته، والعاملين لازم ترجع لهم قيمتهم، والناس كلها لازم تفهم في اخر المطاف اللي فعلا اليوم في تونس الجديده من يريد الاعتبار ومن يريد الثروه فيجب ان يعمل على عمله. أدى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي القائد العام للقوات المسلحة صباح الأربعاء زيارة إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة، وعرض مدير المستشفى العسكري أمير اللواء بالبحرية لحبيب بغولة على رئيس الجمهورية المؤقت عمل مختلف الأقسام الاستشفائية بالمستشفى والدور الأساسي الذي تقوم به في توفير علاجات ذات اختصاص عال للعسكريين والمدنيين. كما تطرق مدير المستشفى العسكري إلى الصعوبات التي تواجهها المؤسسة الصحية، مؤكدا أهمية إعادة هيكلته الإدارية بتحويله إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية. وفي النشاط الرئاسي أيضا التقى رئيس الجمهورية المؤقت صباح الأربعاء بقرطاج وفدا عن نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية برئاسة أمل لنزابي، وتناول اللقاء موقف النقابة من كراس الشروط المتعلقة بتنظيم القطاع السمعي البصري الذي أصدرته مؤخرا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وملاحظاتها بخصوص الإخلالات التي تضمنها. دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في مقابلة مع أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين إلى الاهتمام باختصاص الإعلام البرلماني، وتحدث بن جعفر عن مشروع يجري الإعداد له مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير المستلزمات اللوجستية الضرورية لتحسين ظروف عمل الصحفيين داخل المجلس التأسيسي والمجلس البرلماني القادم.
من جهته قال نقيب الصحفيين ناجي البغوري إن دسترة حرية الصحافة ضمان أساسي يمنع التراجع عن مكسب حرية التعبير، لافتا إلى وجود قوانين بحاجة إلى المراجعة، واعتبر أن أهل المهنة على يقين بدورهم الهام والأساسي في عملية الانتقال الديمقراطي للتأسيس لصحافة حرة ومسؤولة تعتمد برنامج تعديل ذاتي للمشهد الإعلامي السمعي البصري وللصحافة المكتوبة والإلكترونية. وفي سوريا الآن قتل أكثر من 18 شخصا أغلبهم من الأطفال وجرح العشرة في غارة جوية نفذتها القوات النظامية على مدرسة في حلب. في الأثناء أعربت موسكو الأربعاء عن أملها في الكشف عن المسؤولين عن استخدام مزعوم لمادة الكلور في قرية كفرزيتا السورية خلال شهر أفريل المنصرم. وفي الشأن السياسي قدم 6 سوريين آخرين ترشحاتهم إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية المقرر أن تجرى انتخاباتها في 3 جوان المقبل، وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السورية إلى 17، أبرزهم الرئيس الحالي بشار الأسد الذي يطمح إلى ولاية رئاسية ثالثة. في الشأن العربي أيضا، وفي انتظار نتائج انتخابات نواب البرلمان العراقي، انتهت عملية التصويت التي يعتبرها الملاحظون بمثابة الاستفتاء حول شعبية نور المالكي رئيس الوزراء الذي يدير البلاد منذ 8 سنوات. على نسب تصويت ضعيفة ببغداد والمحافظات ذات التوتر الأمني كنينوى والأنبار وصلاح الدين، ونسب تصويت متوسطة بمحافظات الجنوب، أغلقت مكاتب الانتخاب العراقية مساء الأربعاء أبوابها خلال انتخابات برلمانية هي الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق. الإجراءات الأمنية المشددة أبرز ما ميز مشهد الشارع العراقي الأربعاء، حيث بلغ المنتخبون مراكز الاقتراع بصعوبة بسبب الحواجز الأمنية المتعددة التي فرضت بمناسبة انتخابات يتنافس خلالها أكثر من 9000 مترشح للفوز ب 328 مقعدا برلمانيا. التعزيزات الأمنية لم تمنع قتل وإصابة 11 شخصا ببعقوبة شرقي بغداد وعشرة من رجال الجيش العراقي شمالها، إضافة إلى سقوط قتيلين غرب العاصمة إثر استهداف مركز اقتراع بقذيفة هاون. مدينة الفلوجة وأحياء من مدينة الرمادي لم تشهد فتح مراكز الاقتراع بسبب الحالة الأمنية عالية التوتر والاضطراب التي تعيش على وقعها المنطقتان. هذا وقد تم العد والفرز الأولان داخل مراكز الاقتراع قبل نقل الصناديق إلى المحطات الرئيسية بمراكز المحافظات ومنها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، حيث تتم عملية العد والفرز النهائيين. سيطر انفصاليون مؤيدون لروسيا على مكاتب حكومية في عدد آخر من البلدات الأوكرانية الأربعاء، وجاءت سيطرة الانفصاليين على المباني الأربعاء مواصلة لسيطرتهم على مباني حكومية رئيسية أمس الثلاثاء في لوهانسك عاصمة أقصى أقاليم أوكرانيا. وعبرت وزارة الخارجية الروسية مجددا عن القلق مما وصفته بتصريحات ذات نبرة عسكرية من جانب كييف، بعد أن قال القائم بأعمال الرئيس الأوكراني ألكسندر تيتشينوف إن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي غزو روسي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المصادقة على مجموعة من فصول القانون الانتخابي وإسقاط الفصل 167 وعريضة من عدد من النواب لإعادة التصويت عليه. تكريم رموز الحركة النقابية وتظاهرات احتفالية في العيد العالمي للشغل. ثمانية عشر قتيلا جلهم من الأطفال في غارة جوية على إحدى المدارس في مدينة حلب السورية. شكرا على المتابعة، في أمان الله.